جيل القوى الديمقراطية اللي في البلاد، وبعيدا عن سردية الرضا عن النفس، وأنه اليوم المعارضة بعد عام ونص تقريبا كسرت سردية الشارع وأثبتت أن هناك شارع ديمقراطي في مواجهة استبداد قيس سعيد إلى آخره من هذه السرديات اللي تتقال للرضا عن النفس فقط، ماذا قدمت المعارضة إلى اليوم؟ هل نجحت المعارضة في مواجهة قيس سعيد؟ قيس سعيد اللي كل يوم يثبت أنه ما زال هو صاحب الفعل وهو الذي يمسك بالسلطة كما ينبغي، والمعارضة التي ما زالت تقريبا في وارد فقط باب ردة الفعل، وتقريبا حوصرت في مجال معين وهو مجال المعركة الحقوقية بعيدا عن متطلبات المعركة السياسية. هو صحيح المعارضة مقسمة رغم أن الوضع بدأ يتغير، والاعتقالات الأخيرة لها علاقة بهذا التغير الإيجابي في الالتقاء على سميه مشترك وطني، سميه برنامج إنقاذ، سميه ما شئت، وهذا هو السبب الأساسي والدافع الأساسي للاعتقالات. من غير ما نخوض في الملفات وغيره كذا، ذلك شأن المحامين، وأنا على قناعة أنها محاكمات سياسية بملفات فارغة. قلت يعني المعارضة فيها هذا الانقسام، لأنها معارضة أنا أقول أدمت وجوه بعضها البعض في عشرية الانتقال، وتحدثت عن ما سميته بالاستباحة إلى غير ذلك. المعارضة كانت تتفق في جانب، على الأقل المعارضة الديمقراطية تتفق حول فكرة الديمقراطية، ولكنها اختلفت حول شروطها. بعد الانقلاب النقطة الإيجابية هي أنها انتهت إلى هذه النتيجة، وهو أن الاتفاق على الديمقراطية والاختلاف على شروطها ليس له من حل إلا بالدفاع عن هذه الشروط. يعني لندافع على الديمقراطية بعد أن اتفقنا حولها كمرجعية، في الأثناء سنكتشف سويا شروط هذه الديمقراطية، وهذا هو الذي جعل القوى المحسوبة على الديمقراطية والحداثة السياسية تتدرج في انسحابها من حول الانقلاب. المعارضة طبعا هي ماذا تملك؟ تملك البيان، تملك الندوة الصحفية، تملك المقابلة التلفزية، وهي مدنية وسلمية. ما كان في العشر سنوات لم تخرج منه بأرضية مشتركة، لأننا ما زلنا في انتقال ديمقراطي، ودخلت بصراعاتها إلى تجد نفسها في هذه المرحلة. ولذلك هي ربما الذي مد في هذا الوضع الاستثنائي هو هذه الاختلافات التي لم تحل في العشر سنوات، وخاصة منذ 2014 وحتى في 2019. في الظاهر كان وكأنه الانتخابات هي بمزاج الجديد، ما قلنا 2011 الجديد، 2014 القديم، 2019 المفروض يكون الجديد، ولكن لم تقرأ هذه الانتخابات. وأنا أقول إن ما نعيش اليوم هو نتيجة لهذه الانتخابات، بمعنى أن نعيش اليوم في انتكاسة في المسار الديمقراطي. هو طبعا في انتكاسة إذا هو 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 أجهض وأوقف، ولكن بالتقدير السياسي، ونحن نتحدث عن المعارضة، أنا أقول إن تشتت المعارضة وهو عنوان من عناوين ضعفها، وجه آخر هو قوتها، وتحدثت قبل قليل عن النخبة الكفاحية. شنو نقصد بالنخبة الكفاحية؟ هي من كل المشارب عاشت النضال السياسي والدفاع عن الحرية بصدق من مرجعيتها الخاصة. هذه النخبة وهي نوعية، لأن نخبة الانقلاب نخبة الانقلاب عامية، هو حتى الانقلاب عامي، لأن الشعبوية شعبويات، نحن ابتلينا بشعبوية عامية. عامية تقوم على يعني، وهذا اللي هو صلة بالمعارضة ومشاكلها، تقوم على تعارض حاد بين نخبة خائنة ويعني شعب خير. حتى في أوروبا موجودة الشعبوية، هي ظاهرة، وهي في الغالب رد فعل على فشل
التجارب الديمقراطية، حتى التجارب الديمقراطية المستقرة مثلا في إيطاليا وفي إسبانيا، في إسبانيا بوديموس، في إيطاليا حزب الخمس نجوم، في أمريكا ترامب، والشعبوية بطبعها انقلابية حتى في الديمقراطيات الراسخة. شاهدنا على الفضاء مباشرة هجوم على الكونغرس ومحاولة انقلابية شعبوية في أول ديمقراطية في أقوى دولة في العالم. حتى في الدول الأوروبية تلقى محاولات، ولكن رسوخ المؤسسات الديمقراطية يمنع من الانقلاب عليها. مع أن وأنهي الديمقراطية الشعبوية وخاصة الشعبوية العامية، أنا نقول نار عرفج، بمعنى هي سريعة الصعود وهي الآن ما زالت في صعود، ولكنها أيضا سريعة النزول. ولذلك حتى أهل الاختصاص يعتبرون مثل هذه الظواهر هي صحيح نتيجة فشل المسار الانتقال، ولكنها كبوة فيه وقوس فيه سيكون ضروريا في المستقبل لاستكمال بناء الديمقراطية، وربما على أسس. وأنا أعتقد أن النخبة بعد هذا القوس، النخبة وأتحدث عن النخبة الكفاحية، لن تعود إلى جدالها السابق، وربما تكون مهيئة للانطلاق إلى الأدنى الديمقراطي الذي من خلاله يمكن توفير ظروف بناء.